أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا أيها المتابعون الكرام، أيها المتابعات الكريمات في قناتكم، قناة الأستاذ عبد الحميد مرابطة، قناة تعليمية هادفة تنشر المعرفة وتدعم المتعلمين. اليوم إن شاء الله سوف يكون تسجيلنا حول الاختبار أو نموذج للاختبار الأول في اللغة العربية حسب منهاج السنة الرابعة متوسط. وقد طلب من هذا التسجيل، وعلى العموم فإن شرعنا في تحميل بعض التسجيلات حول نماذج الاختبارات والفروض الفصل الأول لكل المستويات الخاصة بالمتوسطة. إذا نقرأ النص: لا يبلغ جليل الأمل إلا الثابت في العمل، فعليكم يا ذوي الآمال بهاته الخلة واحرصوا عليها، وسيروا غير مبالين بعقبات الدهر مهما عظم شأنها وبأرزائه مهما اشتدت وطأتها، وليمضي كل منكم أيها الناشئون والناشئات في عمله متوكلا على البارئ جل وعلا، معتمدا على قوة إرادته وصدق عزيمته، هازئا بمن يسعى ليثنيه عن عزمه. فالثبات يذلل العقبات، وهو ضالة المؤمن، يزين أعماله ويحقق آماله، وما مثل النملة والحبة إلا مصداق لما نقول. إياكم واليأس، فإنه داء وبيء طالما ثبط العزائم ونأى بصاحبه عن كل عمل جليل. وإني أؤكد لكم أنكم إن لم تيأسوا لا بد أن تتيأسوا أن تتبوأوا أسمى الدرجات العلى وتبلغوا غاية المنى. واعلموا أن اليأس أخو البؤس، وكل يائس بائس، وأن الرجاء والثقة بالله سلم الفوز والنجاح، يشفي علل البائسين والمتقاعسين. فاتقوا الله واعتصموا بالثبات، يحلو عيشكم وتحلو أيامكم، واثبتوا على ما تعودتم من فضائل ومكرمات، فتحقيق المرء الفوز والله إن هو إلا بالثبات. إذن هذا هو السند، ومع أسئلة البناء الفكري. السؤال الأول يقول: هات عنوانا مناسبا للنص. إذن النص يتحدث عن وجوب الثبات من أجل تحقيق الآمال، ويقدم نصائح في هذا المجال. إذا ممكن أن يكون عنوان النص مباشرا أو غير مباشر. إذا كان العنوان مباشرا فنقول الآمال تتحقق بالثبات، أو الثبات يحقق الآمال. إذا ممكن أن يكون هذا العنوان مباشرا: الثبات يحقق الآمال، أو بالثبات نحقق الآمال. أما إذا كان العنوان غير مباشر فيمكن أن نقول نصائح للشباب. إذن وعليك أن تختار العنوان. إذن من هذه العناوين التي ذكرتها قبل قليل. سؤال ثاني: بما نصح الكاتب ذوي الآمال ومما حذرهم؟ إذا رجعنا إلى النص فإن نجد الكاتب قد نصح ذوي الآمال بتحقيقها عن طريق الثبات وعن طريق الأمل، وحذرهم من اليأس. إذن نصحهم وأرشدهم إلى تحقيق آمالهم بالثبات وبالأمل، وحذرهم من اليأس، فإن اليأس يقتل الأعمال. سؤال الثالث: ما سلم الفوز وكيف يتحقق؟ هذا السؤال يكون جوابه كالتالي: سلم الفوز حسب الكاتب والثقة بالله والرجاء فيه سبحانه وتعالى. كيف يتحقق؟ يتحقق حسب الكاتب باتباع خلق الثبات. السؤال الرابع: هات مرادفات الكلمتين الخلة واعتصم. الخلة مرادفها هو الصفة، وخلة تجمع على خلال أي صفات. إذن الخلة هي الصفة أو الخصلة، أو إذن الصفة الخلة هي الصفة أو الخصلة. اعتصم بمعنى اتحد أو ترابط. سؤال الخامس: هاتي الضد من النص: الأمل وأدنى. إذا نرجع إلى النص لنبحث عن ضد كلمة
الأمل وأدنى. إذا كلمة أدنى عكسها نأى، إذا بحثت عن النص فلن تجد مضادا لكلمة أدنى إلا نأى، فأدنى بمعنى قرب ونأى بمعنى بعد. إذا أدنى بمعنى قريب ونأى أو النأي بمعنى بعيد. بالنسبة للكلمة الأخرى فهي اليأس، وكل يائس، إذن ضد الأمل هو اليأس، هذا ضد من النص الأمل أدنى، إذن الأمل عكسه أو ضده هو اليأس، وأدنى عكسه هو نأى أي بعد. بالنسبة لأسئلة البناء الفني، سؤال الأول: استخرج من النص محسنا بديعيا وحدد نوعه. إذا نستخرج المحسن البديعي من النص، لاحظ معي هذه الجملة: وكل يائس بائس. إذا لا شك أنك لاحظت أن كلمة يائس تشبه في حروفها كلمة بائس، وهذا الذي يسمونه في المحسنات البديعية الجناس. وبما أن ليست كل الحروف متشابهة، فإن الياء موجودة في كلمة يائس وغير موجود في كلمة بائس. الأمر نفسه بالنسبة لحرف الباء موجود في بائس غير موجود في يائس، وبالتالي فنسميه جناسا ناقصا، نسميه جناسا ناقصا. إذا عودة إلى البناء الفني، إذا استخرج من النص محسنا بديعيا وحدد نوعه. إذا المحسن البديعي هو الجناس الناقص في قوله يائس وبائس. بالنسبة للسؤال الثاني: حدد نوع الصورة البيانية في العبارة التالية ثم اشرحها. طبعا المفروض أن يكون السؤال، أنا التزمت بالسؤال كما وجدته، لكن من المفروض أن يكون السؤال: اشرح الصورة البيانية ثم حدد الصورة. لماذا؟ لأن الصورة البيانية ومعرفة نوع الصورة البيانية لا يكون إلا بعد الشرح، فإذا شرحنا هذه الصورة نعلم نوعها. إذا على العموم نشرح هذه: الثقة بالله تشفي على البائس. إذا نلاحظ تشفي، من هي التي تشفي؟ ثقة بالله. ماذا تشفي؟ علل، علل بمعنى أمراض، أمراض البائسين. إذا تلاحظ أن هنا شبهنا الثقة بالله بالشيء الذي يشفي، طبعا الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم عن الأسباب. إذا الدواء هو الذي يشفي، إذا وضع الله سبحانه وتعالى الشفاء في الدواء فإنه يشفي. إذا الثقة بالله تشفي كما الدواء يشفي. إذا تلاحظون أننا شبهنا الثقة بالله بالدواء وحذفنا المشبه به وتركنا المشبه والثقة. إذا حذفنا المشبه به الدواء وجئنا بقرينة لفظية تدل عليه وكلمة تشفي. كيف عرفنا الدواء؟ عرفناه بكلمة تشفي، إذا فهي قرينة لفظية، إذا فتكون استعارة مكنية لأننا ذكرنا المشبه وحذفنا المشبه به، فهي استعارة مكنية. ثم نذهب إلى بقية الأسئلة. إذا البناء اللغوي، السؤال الأول يقول: اعرف ما تحته خط في النص كلمة متوكلا وبي، ثم حدد وظيفة ما بين قوسين في النص. إذا نجيب عن هذين السؤالين ثم نعود إلى السؤال الثالث. إذا نبدأ مع هذه الجملة: لا يبلغ جليل الأمل إلا ثابت في العمل. إذا قلنا لا فهي حرف نفي لا عمل لها ولا محل لها من الإعراب، لا عمل لها، أقل لا عمل لها إعرابي، فهي لا تجزم ولا تنصب ولا ترفع ولا تجر ولا تفعل شيء. إذا فهي من حيث المعنى لها معنى وهو النفي، لكن من حيث العمل لا، ليس لها عمل إعرابي. إذا فلا حرف نفي لا عمل لها وأيضا لا محل لها من الإعراب. يبلغ فعل مضارع مرفوع على مترفعه ضمة ظاهرة على آخره، جليل مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وهو مضاف الأمل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء لا محل لها من الإعراب. الثابت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا تأخر هنا الفاعل عن المفعول به في العمل جار ومجرور. بالنسبة للكلمة الأخرى وهي متوكلا، طبعا يجب أن نقرأ الجملة حتى نعرف الكلمة: وليمضي كل منكم أيها الناشئون والناشئات في عمل متوكل. إذا كيف يمضي
هذا الكل، إذا متوكلا، إذا متوكلا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو كل، وليمضي كل منكم. إذا كيف يمضي هذا الكل؟ يمضي متوكلا على البارئ جل وعلا. إذا متوكلا هي حال مفردة منصوبة. الجملة الأخرى وهي ليثنيه عن عزمه، طبعا في اختبارات لا تكون يكون الإعراب بهذه الكثافة، لكن أنا تعمدت أن أكثف الإعراب حيث يكون تكون الاستفادة أكثر إن شاء الله تعالى. إذا الجملة ليثنيه عن عزمه، إذا لا شك أنك أدركت أن اللام هذه هي لام نصب وتعليل، وهي من حروف نصب الفعل المضارع، وهي أن ولن وكي وإذا وحتى ولام التعليل. إذا اللام لام التعليل حرف نصب مبني على الكسر، يثني فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء. إذا الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، إذا مفعول به للفعل يثني عن حرف جر وعزمه اسم مجرور بعنوه علامة الكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه. أيضا كلمة وبه، نقرأ الجملة عفوا، فإنه داء وبه. إذا إن حرف نصب وتوكيد، والهاء اسم إن، وداء خبر إن، وبيء صفة لداء، صفة مرفوعة وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنها تتبع الموصوف. بالنسبة للكلمة الأخيرة وهذه الجملة، المطلوب ليس المطلوب إعرابها إعرابا تفصيليا، وإنما المطلوب فقط أن نذكر وظيفتها الجملة ووظيفتها الإعرابي، لكن لا بس أن أعربها زيادة في المعرفة. إذا واعلموا أن، إذا أن حرف نصب وتوكيد، اليأس اسم أن منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، أخو خبر أن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والبؤس مضاف إليه مجرور علامة رفعه الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية أن اليأس أخو البؤس في محل نصب مفعول به للفعل اعلموا. ماذا نعلم؟ اعلموا أن اليأس أخو البؤس. إذن هذه الجملة وظيفتها أن تحل محل المفعول به، إذن جملة إسمية في محل نصب مفعول به. بالنسبة للسؤال الآخر في الإعراب، عفوا ليس هذا السؤال. بالنسبة للسؤال الإعراب، استخرج جملة تقدم فيها المفعول به وجوبا وبين سبب تقدمه. إذا نرجع إلى النص حتى نستخرج هذه الجملة. لا شك أنك أدركت أنها هذه الجملة الأولى، لا يبلغ جليل الأمل. إذا جليل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره، والثابت هنا الفاعل. إذا تقدم المفعول به عن الفاعل، والسبب لأن المفعول به محصور في الفاعل. أعيد، المفعول به وهو جليل محصور في الثابت. كيف محصور؟ لا يبلغ هذا، من الذي يبلغ جليل الأمل؟ لن يبلغ جليل الأمل إلا واحد، وهو الشخص الثابت، بمعنى غير ثابت لا يبلغ جليل الأمل. إذا فالمفعول به جليل الأمل محصور في الثابت. كيف حصر المفعول به في الفاعل؟ عن طريق الاستثناء، يكون الاستثناء بإنما أو بلام النفي المتبوعة بإلا. إذن تقدم هنا المفعول به عن الفاعل لأنه محصور في الفاعل بالنفي والاستثناء. إذن انتهينا من أسئلة البناء اللغوي، ونذهب إلى أسئلة الوضعية الإدماجية. إذا الوضعية الإدماجية، العمل المتقن يبني الأمة ويطورها تعليما، توسع في الفكرة مبينا ضرر الكسل على الفرد والمجتمع. إذا لابد في كل وضعية إدماجية أن تكون هناك مقدمة أولا وعرض وخاتم. بالنسبة للمقدمة، يمكن أن يبدأ التلميذ بتعريف الكسل ومقارنة بين الكسل وبين الإتقان في العمل، ثم العرض يبين أضرار الكسل، حيث أن الكسل لا ينتج عملا، وأنه لا يفرح
مجتمعا ولا أسرة ولا يفلح حتى نفسه، وإلى غير ذلك من أضرار الكسل. ثم نختم بخاتمة وهي نصيحة لهذا الكسول من أجل أن يجتهد في عمله. إذا إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، أشكر إخواني على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة المعرفة، قناة الدعم المدرسي لكل الأطوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.